السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد اليوم الأربعاء 6 جويلية. اليوم غادي نتكلموا على الباريناج، وهذا جاء بطلب من بعض الأصدقاء والصديقات. ولكن قبل ما ندخل أنا كنشكركم، قبل ما ندخل في الموضوع أنا كنشكركم على التواصل ديالكم مع القناة، وأنا ماذا بيا أنني نعطيكم ماشي بحال هذه المعلومات، ولكن ماذا بيا انني نعطيكم معلومات اللي كتخص مثلا المواقع وفين تلقاو الخدمه وفين يعني الاجراءات. ولكن مع الاسف راني كنبحث وراني فيت لي عطيتكم انديد وعطيتكم لوليان ديال اريما، وعطيتكم كذلك لوليان فين يقدروا يدفعوا الممرضين والممرضات. هادو كلهم كنعطيتكم، وانا كل ما يعني لقيت شي ليان لي ولا شي موقع اللي تيكون موثوق منه وتيكون افيكاس راه غادي نمدو لكم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، انا مادا بيا ان تكون يعني نتواصل معكم بهاد الاجراءات، ماشي باش نبقى نعطيكم هاد المدينه اشنو فيها وهاد المدينه اشنو فيها، لان هادي حقيقه انكم اللي تبغيو تجيو خصكم تختاروا المدينه، ولكن هادي تتبقى يعني في اخر المطاف. انا مادا بيا ان نعطيكم اجراء المواقع والروابط ان شاء الله. فيما يخص الباريناج، على حسب العلم ديالي انه كان بكري كان تياخذ 9 شهور، ولكن قالوا لي بعض الاخوان انه في هاد 3 سنوات ولا سنتين الاخيره ولا تياخذ اكثر من ذلك، ولا تياخذ تقريبا واحد عام ونص حتى العامين. هادشي اللي قالوا لي بعض الاصدقاء، انا ما متاكدش من هاد القضيه هادي، ولكن ربما عندهم الحق، لان نظرا لكورونا، لان كورونا ولات المصالح بزاف معطله وما بقاتش غادا بواحد الوتيره سريعه. انا كنشوف هادشي غير من خلال هاد المشكل ديال الباسبورات والمطار وهادشي اللي كاين هنا، كاين مشكل كبير. المهم الانسان اللي تيكون هنا وباغي باريني الزوجه ديالو، ولا الزوجه اللي تتبغي تباريني الزوج ديالها، كتقوم بواحد الاجراءات، كتجمع الوثائق ويعني اجراءات، تشوف كتعطيهم الوثائق على الصالير ديالها بانها قاده بانها تكفل بداك السيد اللي غادي تجيب، ومنها عقد الزواج يكون مترجم، ويعني بزاف الوثائق. بينما الزوج اللي غيكون ولا الزوجه اللي غتكون في البلاد تيطلبوا منها بعض الوثائق خاصه بالعمل، ما تتكونش وثائق بزاف، ولكن تتكون بعض الوثائق اللي تتكون خاصه بالعمل. ونهار فاش يبغي ياخذ الفيزا لهي في البلاد كيمشي وكيديروا معاه واحد لونتروفي لي خفيف، يعني ما تيسولوش بزاف، لانهم باريني. ملي تكون باريني الزواج هو اسهل طريقه باش تجي لهنا، ما كيكثروش معاك، كيلو حق جوج سؤالات ولا ثلاثه وصافي، وانت دزتي. من بعد يقول لك في العشيه، يقول لك جيب الباسبور، وفي العشيه تاخذ الفيزا ديالك. وبالنسبه يعني الخلاص ديال المصاريف ديال الملف، هذاك اللي تيكون دار الباريناج اللي تيكون هنا هو اللي تيخلص جميع المصاريف على الدوسي ديالو، يعني هذاك اللي تيكون له الاجراءات الوحيده هو انه خصو يجمع بعض الوثائق ديال العمل ديالو، وخصو يدوز في لونتروفي اللي تيكون فيه بعض الاسئله خفيفه، ثلاثه ولا اربعه الاسئله، ما يعني اسئله روتينيه. وملي كتوصل هنا كدوز في السيرفيس ديال ليميغراسيون، ومن بعد 3 شهور كتوصلك البطاقه ديال الاقامه الدائمه. ولكن اللي بغيت نقول لكم انتباه، ان هذاك السيد اللي ولا السيده اللي تتكفل بالزوج ديالها ولا بالزوج ديال ولا الزوج السيد اللي كيتكفل بالزوجه ديالو، كيبقى عنده الحق انه الا شاف الزوجه ديالو ولا الزوج شافت هي الزوج ديالها ماشي كوريكت معها، وحست به بانه كاينه شي خيانه ولا هذا، عندها واحد المده انها تلغي هذاك الكفاله، يعني تقول لهم ان هذا السيد هذا شفت منه العجب، وكتلغي هذيك الكفاله. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه هادشي اللي كاين،
ما عندي ما نزيد. ما عندي ما نزيد. المهم تتكون هذه القضيه اللي تتكون هذيك السيده ولا السيد اللي مكفل تيكون عنده الحق، انه لان بزاف المشاكل وقعوا، كاين اللي تيجي بالزوجه ديالو والزوج ديالها وكتجي لهنا وكتقلب عليه ولا كيتقلب عليها. كاينين بعض الحوايج اللي طراو بحال هكا، مع الاسف كاينين شي حوايج طراو بحال هكا. يلا ما نطولش عليكم، والى اللقاء في فيديو اخر ومعلومه جديده ان شاء الله. يلا السلام عليكم.